رجعنا لكم من جديد نحكي عن مبادرة كتير مهمة أطلقت أو راح يعني أطلقت قبل عدة أسابيع فقط، اسمها مبادرة مش عيب، بتزيد التوظيف، بتزيد فرص العمل للعاملين، جميع العاملين في الأردن في القطاعات الخاصة والعامل، لأنه مش عيب أكيد نعمل فيها. بنرحب بالرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات فارماسي وان أستاذ أمجد العليان. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله تمام، كيفك؟ أول شيء بشكرك لأنه أنت اللي فكرت بهاي المبادرة اللي كتير مهمة لإلنا، خاصة للشعب الأردني والعربي بشكل عام. بدنا تحكينا بالبداية كيف فكرت في هالفكرة، إمتى أطلقتها، إمتى رح تعمل أول طبعا زي ما نقدر نحكي تطبيق عملي لإلها؟ الحملة كلها جديدة، كانت فكرة خطرت على بالي وأنا بقرأ كتاب، كنت مسافر على روما وبقرأ كتاب اسمه إمباكت، وبالكتاب بقول إذا بدك تعمل إمباكت حل مشكلة. فبديت أفكر أنا إنه في إيش مشاكل اللي عندنا والتحديات الموجودة بالأردن، فواحدة منهم كانت هي إيجاد فرص عمل. وليش ما فيش عندنا فرص عمل؟ جزء منها بكون لأنه في عندنا أو سياسة العيب أو مبدأ العيب في الكالتشر تبعنا. فبديت بحملة اسمها، بفكرة اسمها مش عيب، بديت أفكر فيها. ابني كان مسافر معي، سألته عمره 16 سنة شو رأيك بالفكرة، ما نزلت الطيارة بروما إلا كنا الفكرة كلياتها أنا وياه مطبوخة مع بعض بالسما. حلو. بس الفكرة تبعت مش عيب مش هي بس إنه نحكي عن موضوع مش عيب، مش إنه بس إن نكتب بالجرايد ونحكي بالتلفزيونات وبالراديوهات إنه مش عيب الواحد يشتغل وظائف معينة، هو إنه نكون إحنا أول ما طبق هاي الوظائف وإحنا نكون أول ما اشتغل هاي الوظائف عشان نفرج الناس إنه فعلا هي مش عيب. أها. وبعد ما فكرت بهاي الفكرة وطبختوها بالطيارة ونزلت بروما، نزلت من كيف بدأت خطواتك؟ نزلت بروما وهذا قوة الفيسبوك وتويتر، وأنا كنت جديد لسه على تويتر، يعني ما كان صار لي أسبوعين على تويتر، يعني والله. أنا 6 أسابيع صار لي على تويتر. هذا إذا جديد وهيك قال. فبعت تويت، very simple تويت على تويتر بقول فيه إنه أنا مفكر بموضوع اسمه مش عيب وكذا وكذا. وأنا بروما بالثلاث أيام اللي قعدتهم هناك يعني كان في إمباكت فظيع من شباب وصبايا ومدراء شركات بالأردن تواصلوا معي وبدينا نفكر فيها باك اند فورث، انا موجود هناك وهم هون بمش عيب، وبدينا في فكره مش عيب. وثاني يوم ما رجعت كان اول اجتماع لنا، حضروا تقريبا بتذكر 50-55 واحد عندي في المكتب، فمكتبي بيقدر يوسع له شيء 30-35، بس اضطرينا نجيب كراسي. فكانت كثير شيء كنت مبسوط عليه لانه اجوا ناس من جميع الاعمار كلياتهم بيحاولوا، ومن جميع الوظائف، من جميع الوظائف، يعني اجوا مدراء عامين لشركات، اجوا ناس بالميدل مانجمنت، اجوا ناس لساتهم شباب متخرجين جداد وببدايه اول وظيفه بيصير له ماخذها يمكن 4-5 شهور. فهذا بفرجي انه شعبنا كلياته جاهز وبده يغير وبده يطور وبده يساعد البلد. بس بدنا نحكي للناس انه هاي كل شيء صار قبل 4 أسابيع بالضبط، يعني حتى مش باول السنه او السنه الماضيه، بس لها 4 أسابيع. أربع أسابيع فكرت فيها وبدأت فيها وعملت 3 اجتماعات لهلا. عملنا 4 اجتماعات لهلا. الاجتماع الأخير كان قبل 3 أيام وقررنا إنه نبدأ نحكي بالحملة على الفيسبوك وعلى تويتر، وفعلا إنه بدينا على فيسبوك وتويتر، عملنا موقع لمش عيب كحملة على تويتر، صار في عنا تقريبا 320 أو 330 فولوور، وهذا إشي فظيع، يعني خلال أسبوعين نقدر نأخذ هالقد فولوورز. وقررنا إنه ب 31 الشهر هذا راح تكون أول يوم لإلنا إنه نفرجي الناس ونفرجي شبابنا والصبايا تبعنا إنه فعلا مش عيب. فرح نركز على وظائف معينة بيعتبروها بعض الناس إنه هي وظائف عيب ونفرجيهم إنه مش عيب. يعني أنا واحد من الناس اللي قبل ما أدرس بأمريكا اشتغلت نظفت سجاد ل3 سنوات، ما شاء الله، ما في غلط إشي غلط في الشغل، يمكن عشانك بأمريكا هون بيعتبروها عيب زي ما أنت قلت، ما عشان هيك إحنا عملنا مش عيب. طب هاي الثقافة موجودة من زمان تعتبرها ولا جديدة، ولا يعني هل هو من عصر أبائنا وأجدادنا ولا أقدم، ولا هذا الإشي بس طلع هلأ بالآونة الأخيرة؟ يعني أنا بتوقع إنه إشي طلع بالآونة الأخيرة، يمكن ما صلوش 10-15 سنة، بس أيام ما كنا إحنا صغار، وإحنا مش كتير كبار هلأ، بس أيام ما كنا صغار كنا نشوف الناس بيشتغلوا كل شيء، ما كان في عنا عمالة وافدة زي اليوم، عارفة كيف؟ كان الشباب يشتغلوا كل شيء، ما كان في شيء عيب، وكان وهذا من الرجع إنه الواحد يكون بيفتخر بعمله بغض النظر شو هو، عارفة كيف؟
شريك، لأنه بكون شاعر أنه عماله بطعم أولاده من عرق جبينه. أكثر الوظائف اللي بيعتبروها الناس عيب، طبعا إحنا كل عم نحكي أنه مش عيب، بس هو غير عامل البناء مثلا، عامل النظافة أكيد، في مهن تانية بيعتبروها الناس عيب إذا اشتغلوها؟ يعني عامل زي ما حكيت يا عامل البناء بكل أنواعه، من تبرجي، من بنا، من واحد بيحمل إسمنت بيعتبروه عيب، من عامل تنظيف سواء كانت بشركات أو في مطاعم، ويترز بالمطاعم كمان بيعتبروه مرات عيب، واحد بيشغل سائق حفلات مش كتير يعني، بس في منه، في كمان حراس عمارات بيعتبروها عيب. في كتير مهن عندنا تعتبر بيعتبرها الناس عيب، بس هي فعلا يعني مش عيب، وبتدخل يعني مبلغ كتير بيقدر الواحد يعيش فيه حياة شريفة يعني. واحنا جزء من الكلام اللي بحكيه انا وابني كنا بالطيارة، قعدنا نحسب إذا كان في أكم من عامل أردني، أكم من عامل وافد، قديش بيطلع عماله فلوس برا البلد. قديش قدرت، بعرفش أنا طبعا مش خبير اقتصادي، ولكن بس تقريبا قدرتها يمكن مليار دينار بيطلع كل سنة برا الأردن. إحنا أبدا فيهم إنه يضلوا بالأردن، ينصرفوا بالأردن، ونحرك العجلة الاقتصادية بالأردن إن شاء الله. طب مخططك طبعا لهي الحملة مش عيب، يعني رح تبدأ طبعا، قلت لي ب 31 شهر أول تطبيق عملي، رح تكون يمكن في مطعم تشتغلوا ك نادل زي او ويترز ويترسز. هلا انتم كم من شخص تكونتوا بهاي الحمله؟ احنا تقريبا 50 ل 55 شخص. في كثير ناس طبعاً. ممكن تضموا ناس ثانيين حابين يشتركوا معكم؟ طبعا مفتوحه للكل، واحنا راح يكون في عده شغلات بيقدروا يتبرعوا او يتطوعوا يشتغلوها. بعضنا وانا واحد منهم راح نشتغل بالمطعم جوا المطبخ، تحضير الاكل، تقديم الاكل وراح نعلن وين المطعم راح يكون، اللي راح يكون ب 31 شهر ان شاء الله. في بعض الناس راح يكون يوزعوا بروشورات برا، يعملوا توعية للناس اللي موجودين عن شو هي الحملة، شو اللي بنعمله. كل واحد منا بده يلبس اسمه محطوط واسم الشركة اللي هو بيشتغل فيها عشان ترجي الناس. رح تكون نفس المطعم ورح تكون في مطاعم مختلفة؟ يعني احنا بنحاول نعملها بنفس المطعم عشان أول مرة تكريت امباكت أكتر. عارفة كيف؟ لأنه واحد لحاله في مطعم فيه 50 موظف ما رح يبين. صح. بس لما يكون في 25 30 واحد بيشتغلوا مع بعض، كل واحد يكتب اسمه ووظيفته، كل واحد اسمه ووظيفته، ببين الامباكت تبعها بيكون أكبر. واحنا اللي بنحاول نعمله نغير طريقة التفكير، نغير طريقة التصرفات، وهي الشغلة بتاخد وقت وبتاخد عدة مرات، مش راح تكون بس أول مرة بندخل وبنشتغل في مطعم راح تكون خلص. راح هي حملة راح تكون على بوجهة نظري لسنوات طويلة، بدها نفس طويل وبدها وقت لحد ما نبدأ نغير في البيهيفير تبع بعض الناس اللي عندنا. قديش بدها وقت حسب هيك أنت كيف فكرت مخططك؟ يعني كل قديش رح تصير تعمل هاي ال احنا يعني الحملة. فكرتنا انه نبداها بكل اسبوع، كل اسبوع مرتين، كل وبعدين مرتين. لما يزيدوا عدد الناس اللي بتطوعوا معنا بنصير نعملها يمكن كل يوم، وتو هايلايت ايش الوظائف اللي موجوده. بس مش كتير كل اسبوع مرتين بالاول، مش كتير، هي يعني كتير يمكن، بس بنفس الوقت بدنا نعمل ديفرنس بسرعه. بالضبط. عارفه كيف؟ وهذا جزء يعني زي ما انا دائما بحكي، هذا جزء من شغلي انا شخصيا حابب اعملها، ما لها علاقه بشغلي. احنا دائما بنسمع المسؤوليه الاجتماعيه، هاي المسؤوليه الاجتماعيه الفرديه للكل مش للشركات. يعني احنا بنفكر انه المسؤوليه الاجتماعيه هي بس مربوطه بشركات معينه، انا بوجهه نظري المسؤوليه الاجتماعيه هي للافراد كمان، كل واحد منا بغض النظر عن وظيفته، عن البوزيشن تبعه، بيقدر يتطوع، بيقدر يكون فولنتير بشغلة معينة ويعمل تغيير في بلده. طب خاصة احنا بنعتبر انك، بنحترم انك رجل ناجح وبتفكر كمان بتغيير المجتمع بطريقة ايجابية. الله يخليكي، تسلمي. رح تبدأ مش بس بعمان اكيد، يعني عمان هلا بنشوف الامباكت بالناس اللي رح يزوروا هذا المطعم، رح تنتشر عن طريق الاعلام هاي الحملة أكثر، كمان ممكن تنتقل لمحافظات ثانية، كيف ممكن تروجها أكثر في المملكة؟ يعني احنا بدينا بعمان مش لأي سبب، إلا لأنه عمان قريبة وبنقدر نتعلم بسرعة من أي خطأ بنعمله. تذكري إنه احنا مش شركة وكذا، كل الفندنج تبع العملية كلها هو راح يكون منا كأشخاص، من ناس هم حابين يعملوا فرق في البلد اللي هم فيها. فبدنا نبدأ بعمان، بعدين راح ننتقل لكل المحافظات. وأنا أتوقع كوني أنا صيدلاني إنه بنقدر نعملها زي الفيروس، تنتقل من محل لمحل، في فيروس هيك إيجابي، فيروس إيجابي وينتقل من محل لمحل ويقدر يكون بداية التغيير إن شاء الله. ناخذ اتصال أستاذ أمجد معنا تليفون. صباح الخير. صباح الخير.
هلو، مرحبا. اهلا وسهلا، مين معي؟ يعطيكم العافيه، معك خروج خريف، رئيسه جمعيه نساء ضد العنف. اهلا اهلا ست خروج، كيفكم؟ شكرا، بصبي عليك وعلى ضيفنا الاستاذ امجد العريان. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه، جهودك مشكوره على هاي الحمله اللي هي مش عيب، وحلو انه انتشرت على الفيسبوك وعلى تويتر، وانه شبابنا يتابعوا في هذا الشيء، لانه بالفعل عندنا احنا البطاله المقنعه زي ما تفضلت، انه عندنا عماله وافت كثير، فمش عيب انه الانسان يشتغل، مش عيب انه هذا، بس يا ريت انها تتفعل مثلا بالجامعات وبالمدارس، وتكون لها بروشورات، تكون لها اكثر توسع، لانه بتعرف مش الكل بيتابع مثلا الفيسبوك خاصه في المناطق النائيه، وننشر قصص نجاحات لناس اشتغلوا باعمال احنا بنعتبرها انها عيب، لكن هي بالعكس الانسان انا برايي انه عيب انه ياخذ من الناس وما يشتغل. نعم، ان شاء الله ست خلود، ان شاء الله يعني كل اللي حكته هلا كنا عم نحكي من ناحيه الترويج، نعمل منشورات اكثر للجامعات للمدارس، حتى صارت انا باعتباري بعتقد حتى مهنه التعليم صارت مرات عيب، يعني انه يشتغل كمعلم او معلمه، لسه معلمه اهون، بس انه يعني مهنه التعليم كانت قديش مهمه بالنسبه لزمان، ايام زمان، هلا بالنسبه للناس مرات انها بتكون عيب. يعني انا شوي بخالف، انا يعني اكثر انسان من اكثر الناس اللي بحترمهم بحياتي هم الناس اللي بثق فيهم انه احط اولادي بين ايديهم. أكيد. اللي هم المعلمين، فطبعا هي مش عيب، يعني احنا مهما وصل واحد لساتنا بنتعلم، يعني بالضبط. عشان نقدر نضل نطور نفسنا بدنا نضل نتعلم، فلازم نطلع عليه للشخص هذا كانسان يعني مثل اعلى زي ما بيقولوا. بس بنفس الوقت كلمه حكتها الاخت خلود على موضوع الجامعات بودين لنقطه ثانيه احنا بنحاول نعملها، اللي هي يمكن كامبين تاني اسمها خطوة وميل، اللي هي حملة تانية بنعملها مع شركة إنجاز، وأنا وكمان 10 شباب بجننوا من عدة جامعات. هاي كمان أنت حضرتك فكرت فيها ولا فكرت فيها أنا؟ هي حملة اسمها قادة الأعمال بإنجاز، والحملة بتكون إنه بتقول إنه فكرنا فيها إحنا إنه بدنا نخلي الشباب لما يتخرجوا يكون عندهم إكسبيرينس، يكون عندهم خبرة، فلما يقدم طلب العمل لأي شركة يكون عنده خبرة. فالفكرة كانت إنه يشتغلوا فترة الصيف 4 شهور الصيف، الشركات اللي يشتغلوا فيها راح يدفعوا القسط تبع الجامعات، فراح يساعدوا أهلهم، وبنفس الوقت بعد ما يتخرجوا بعد 4 سنين بيكون معهم 4 شهور ب4 سنين خبرة، فبنحكي عمالة تقريبا سنة ونص خبرة بشركات معينة. وتتصوريش قديش العدد، قدرنا الحمد لله نلاقي تقريبا 150 فرصة عمل لشباب طلاب وطالبات أردنيين لهلأ. قدرتوا تلاقوا؟ لقيناهم بشهر 6 إن شاء الله، أول 6 رح يبدوا أول 150 واحد يشتغلوا بعدة أماكن، وتخيل يعني قديش رح تكون سهلة للشركات اللي تدرب عندها الشخص ل4 شهور ب4 سنين توصفه بالآخر، رح يكون جاهز لمتطلبات سوق العمل. أكيد، بس هلا هاي الحملة الثانية هي الخطوة الميل، هاي حملة ثانية إمتى رح تبدوا فيها ولا بديتوا فيها أوريدي؟ بدينا فيها أوريدي بالجامعات، هلا موجود، أجوا عنا طلبات كثير، بس يخلصوا الطلاب هلا الجامعات الامتحانات، إن شاء الله رح نبدأ بأسبوع تدريب لإلهم للشباب عشان يقدروا يشتغلوا بهاي الشركات، وراح تكون هي شركات أردنية، وتصوريش قديش شركات الأردنية كانت متعاونة، اللي قال أنا باخذ 5 طلاب 10 طلاب من بنوك من شركات قطاع خاص صناعية، قطاع خاص، احنا تقريبا رحنا على القطاع الخاص، البنوك، الشركات الصناعية، لها علاقة بالعلاقات. يعني هلا ممكن لو حد تاني أطلق هاي الحملة غير حضرتك مثلا، لأنك أكيد شخص معروف وناجح ومعروف على مستوى مهنتك، وأطلقت طبعا كمان مجموعة صيدليات فارماسي وان اللي نجحت بشكل باهر في الأردن، ممكن لأنه هذا السبب عم بيحاولوا يتعاونوا معك. يعني ما بنكر إنه أنا مسكت التليفون وحكيت مع شي 10-15 واحد قلت لهم غصب عنكم بدكم تعملوها، بس يعني بنفس الوقت كان في تقبل كتير من الناس، وأحكي لك إياها بصراحة، إذا بنقدر نستغل معرفتنا بالناس لمنفعة البلد ليش لا؟ فهذا إشي إيجابي أنا بوجهة نظري. طب ممتاز. طب حكيت كنت عم تحكي انه كنا رح نعمل هاي الحملة مش بس بعمان، بباقي المحافظات مرتين بالاسبوع، وبعدين بس يزيدوا الناس ممكن كل حد يشارك. يعني انا بنرجع لحملة مش عيب، بنقدر نعملها، احنا بدينا ب 50-55 واحد، 320 فولور زي ما حكت المتصل، لازم نطلع على وعشان هيك احنا موجودين عندكم اليوم هيك عشان نحكي للعالم كله شو اللي بدنا نعمله. بتوقع انه اذا قدرنا نجمع 1500-2000 واحد مستعدين انه يشتغلوا، بصير
أنا أشتغل مرة بالأسبوع، حضرتك تشتغل مرة بالأسبوع. قصدك يعني أنت عم بتفكر إنه ناس يشتغلوا كعمل إضافي، ولأنه يغيروا ثقافتنا لدرجة إنه ممكن واحد ياخذها كمهنة أساسية في حياته؟ يعني أنا برأيي إنه بعض الناس لما يشوفونا إحنا بنشتغل هاي المهن راح يطلعوا عليها كمهنة أساسية بحياته ويشتغلها. ليش لا؟ أنا مش شايف أي شيء عيب فيها إنه الواحد يكون يشتغل بمطعم أو يشتغل بالبناء. أنا عمالي ببني بيت هلأ، يعني بشوف الشباب عمالهم بيشتغلوا، بقول ليش ما فيش عندنا ولا واحد أردني موجود بالورشة؟ كلياتهم عمالي وافدة. إيش الغلط بإنه بنقول الراتب؟ عمالهم باخذوا رواتب كتير ممتازة. عم نحكي مميزات قانون العمل بعطيهم مميزات إنه يقدروا يشتغلوا ويعطوا ويفيدوا البلد ويفيدوا نفسهم. والناس المشتركين قلت لي أعمار متفاوتة ووظائف مختلفة، من 20 سنة لستين سنة، وظائف مختلفة من CEO لمدير لأيضا موظف عادي وبسيط لطلاب خريجين جدد. مزبوط. كل هذا الإشي شباب وصبايا كمان. وشباب وصبايا، فبحس إنه تأثير رح يكون كتير أكبر على الناس يعني من مختلف الأعمار. 100%. أنا I think إنه لازم زي ما بقول lead by example. إذا بدنا نكون إحنا نقعد ننظر عليهم روحوا اشتغلوا روحوا سووا، نفرجيهم إنه إحنا جاهزين نشتغل هذه الوظائف بنفسنا عشان نفرجيكم إنه كمان مش عيب. عارفك. بغض النظر إيش ال position اللي وصل للواحد. مش عيب، أكيد مش عيب. أنا معك، شكرا لك لوجودك. شكرا. إن شاء الله يا رب إنه تزيد توظيف، نزيد فرص العمل للشباب الخريجين وحتى الكبار، وكل مهنة شريفة أكيد هي مش عيب. شكرا، شكرا كثير، إن شاء الله. شكرا لك. رح نكمل مشاهدينا معكم فقرات، نضل فقرة المطبخ بعد الفاصل، خليكم معنا.